بسم الله الرحمن الرحيم. وانت بتكتب في اكسل ممكن تكتب اي نص بالعربي او بالانجليزي. لما بتكتب انجليزي اوتوماتيك اكسل بيعتبر اتجاه النص من اليسار لليمين. لما بتحب تكتب عربي بتستخدم مفتاح Alt وShift علشان يحول الكتابة للغة العربية او اللغة الانجليزية، وبتكتب النص اللي انت عايزه على طول. لو كتبت عربي بيظبط من اليمين للشمال، ده طبعا بالاضافه لامكانيه ان انت تغير اللغه من التاسك بار باختيار اللغه العربيه او اللغه الانجليزيه في اي وقت. لما تحب تكتب نص عربي على انجليزي في نفس الخليه، دايما اكسل هيحتفظ بلغه للسياق هي اللغه اللي بدات تكتب بيها. يعني مثلا انا لو بدات اكتب طابعه ليزر ملونه، هو بيعتبر الخليه دي سياقها من اليمين للشمال. ليه؟ عشان بدات اكتب بالعربي. لما احب اكتب نص زي ده عربي على انجليزي في نفس الخلية، دايما احاول اكتب المسافات اثناء لغة السياق الاصلية اللي هي هنا اللغة العربية. يعني هذه الخلية السياق الاصل لها من اليمين لليسار، فبالتالي انا بكتب كلمة طابعة وبعدين اعمل مسافة وبعدين احول اللغة واكتب ليزر، ما اعملش مسافة احول اللغة تاني العربي واعمل مسافة واكتب ملونة. بالشكل ده مش هيحصل لخبطه في المسافات زي لما بتحصل لما تكتب عربي على انجليزي. في اي وقت تقدر تغير السياق في احد الخلايا من خلال زرار ليفت تو رايت تكست دايركشن او اتجاه النص من اليمين لليسار، واللي بيسمح لك ان انت تختار ليفت تو رايت او رايت تو ليفت او كونتكست. طبعا كونتكست او السياق هو اللغه التي كتب بها اول نص في الخليه اللي هو هنا في حالتنا نص عربي. لو كان العكس نص انجليزي كان هيعتبر السياق الاصلي من اليسار لليمين. اما لو حبيت تغير اتجاه ورقه العمل بالكامل، فبامكانك ان انت تختار بيج لي اوت تخطيط الصفحه، ومن خلال زرار شيت رايت تو ليفت تقدر تخلي اتجاه ورقه العمل زي ما احنا شايفين الاعمده ماشيه من اليمين لليسار، ونفس الزرار طبعا يقدر يرجع تاني الاتجاه من اليسار لليمين. اما لو حبيت تغير لغه القوائم والاوامر والازرار في اكسل، فتفتح قائمه فايل وتختار الاختيار الاخير اوبشنز او خيارات، ومن هنا تختار لانجويج او اللغه. هتلاقي عندك صندوقين، الصندوق اللي فوق ده بتحدد بيه لغه الاوامر والزراير في اكسل. ممكن تختار العربية بدل الإنجليزية وتختار set as preferred أو تعيين كمفضلة. الصندوق الثاني هتقدر تختار منه اللغات اللي بتقدر تكتب بيها بيانات في إكسل. هنا مختارين اللغة الإنجليزية والعربية. لو حبيت تختار لغة تانية بتختار add language وتختار أي لغة أخرى، وبعد ما تختارها تروح تضغط add تقوم تضاف لقائمة اللغات اللي ممكن تدخل بها بيانات في إكسل. ولكن هذه الاختيارات لاحظ انها لن يتم تفعيلها الا اذا عملت ريستارت لأوفيس، يعني قفلت كل برامج أوفيس وبعدين رجعت شغلتها تاني. زي ما احنا شايفين لما عدنا تشغيل إكسل تاني حول كل الاوامر والأزرار للغة العربية، ومن نفس المكان طبعا ينفع نرجعها تاني للغة الإنجليزية.